اهلا بكم وحلقه جديده من مطبخ اسيا واسبوع البيتزا. الاسبوع ده زي ما قلنا عملنا او هنعمل حاجات كتيره للبيتزا. الحلقه اللي فاتت عملنا عجينه البيتزا وصلصه البيتزا والمارجريتا والرومانا. الحلقه دي بقى هنعمل حاجه طلبتوها في الصفحه واللي هي عجينه البيتزا الصحيه بتاعت الدايت. هنعمل كمان نوعين تانيين من البيتزا محبوبين جدا وهم الكواترو فروماجي او الاجبان الاربعه والكواترو ستاجيوني او اللي هي الفصول الاربعه كمان. فاول حاجه خلونا نقول عجينه البيتزا الصحيه. عجينه البيتزا الصحيه هحتاج كوبايه ونص من الميه الدافيه، هحتاج تقريبا كوبايتين من الدقيق الاسمر، هحتاج كوبايه من الدقيق الابيض لان الدقيق الاسمر فيه يعني بيبقى فيه نقص في الجلوتين شويه، فبنحاول نساعد بدقيق عادي على اساس ان العجينه تخمر كويس. هحتاج معلقه كبيره من الخميره الفوريه، نقول دايما ان الخميره الفوريه لازم تبقى معتبره وماركه كويسه عشان تنجح معانا العجينه، وهحتاج رشه ملح، هحتاج كمان معلقه صغيره من السكر ومعلقه كبيره المعلقتين من زيت الزيتون زي ما انتوا عايزين. طيب خلونا نجيب البوله. اول حاجه هحتاج اخد السكر معلقه صغيره زي ما قلت، هضيف لها كوبايه ونص من الميه الدافيه اهي، كوباية ونص. طيب هقلب الحاجات دي كويس مع بعض على اساس ان انا ادوب السكر، وهضيف الخميرة عشان تلحق تتفاعل مع السكر ده. طبعا يستحسن نريحها 5 دقايق على اساس انه الخميرة يعني تبتدي تتفاعل كويس قوي مع السكر وتبتدي تكشكش كده وتعمل زي الرغاوي، ده معناها ان هي هتديني نتيجة كويسة، بس احنا هنشتغل على طول. اول ما اتأكد ان كل حاجة دابت هجيب دلوقتي معلقة من زيت الزيتون، بحب اضيف معلقة في الاول ومعلقة في الاخر، هضيف الملح. المهم الملح ما يكونش دايركت مع الخميرة، لازم لما تدوبوها مع السكر بعدين ضيفوها. هضيف الدقيق الأسمر وهضيف الدقيق الأبيض، شيل الخواتم لما بنتكلم على عجينة، وهبتدي أخلط المكونات دي مع بعض. قلنا دايما عجينة البيتزا مش لازم تبقى جامدة قوي في الأول، لازم تبقى المية شوية كتيرة ليها على أساس إن هي لما تخمر تتضاعف في الحجم وتبقى حلوة جدا. بعد كده نلمها زي ما احنا عايزين. لاحظوا إن احنا بنساعد بالدقيق الأسمر. دلوقتي اشيل السباتولا وابتدي اشتغل بايديا، مفيش احسن من العجن بالايد. بفضي بقى كل الحاجات دي تحت، بس خلونا الاول نلم الدقيق. لاحظوا ان انا اشوف القوام شوية بتاع العجينة، تحسوها ان هي لسه فيها شوية مية زيادة. المية دي صدقوني احنا بنخرجها بواسطة الدعك، وكمان لما بتخمر العجينة بتخمر طرية، ما بتبقاش عجينة بيتزا ناشفة. انا اتكلمت ده حتى في الحلقة بتاعت العجينة العادية مش الصحية. طيب هسيبها هنا يعني هسيبها كده تخمر، بس خلوني اشيل الزيادات اللي في ايدي دي عشان دول برضو يعتبروا عجينة. زي ما قلت العجينة بتاعت البيتزا بتاخد من ساعة لساعة ونص تريح، ممكن نخليها لحد 2 أو 3 ساعات ما بيحصل لهاش اي حاجة. كل ما خمرت اكتر كل ما كانت احلى اكتر واكتر. طيب هسيب دي هنا على جنب، انا محضرة واحدة. طبعا ضروري جدا ان احنا نغطي العجينه بتاعه البيتزا، فهغطيها واسيبها تخمر في مكان دافئ. لو الحراره او درجه الحراره ساقعه قوي
يعني في برد او الدنيا شتاء، ممكن نسخن الفرن شويه ونطفيه وندخله العجينه تخمر جوه. انا محضره اللي يكفيني الحلقه دي، لان قلت العجاين الحلقه دي نحضرهم او البيتزات النهارده نعملهم بعجينه البيتزا الصحيه. عندي اهي خمرانه وجميله جدا، شفتوا؟ عشان الميه فيها او طريه ما هيش ناشفه، خليت فيها شويه ميه، بدخل الهواء يخرج منها. خلوني دي هستخدمها لسه، لانه اكيد مش هعمل دي كلها بيتزا. وهبتدي بقى عادي، شفتوا لما بتريح الدقيق بيشرب تاني الميه الزياده دي، لو لقيتوه ما شربش الميه ممكن تبتدي تلموها بالدقيق عادي جدا، المهم ان هي خمرت وهي طريه. طيب دي مثلا خلوني اعمل منها بالحجم ده، ممكن ازود شوية نعمل بيتزا تانية. هخلي دي هنا مع دي. طيب هشتغل البيتزا التانية دلوقتي، واللي هي الكواترو فروماجي. الكواترو فروماجي انا هحتاج لها المكونات التالية. عندي طبعا عجينة البيتزا، ممكن تعملوها بالعجينة العادية اللي عملناها في الحلقة الاولانية، او ممكن عجينة البيتزا الصحية. شوفوا العجينة حلوة ازاي. هنحتاج اربع انواع من الجبنة، الكواترو فروماجي او اربع انواع من الجبنة. هحتاج جبنة ريكفور او البلو تشيز او الجبنة الزرقاء الدنماركية، هحتاج كمان جبنة موزاريلا فريش، هحتاج بارميزان مبشورة، هحتاج كمان الشيدر مبشورة، صلصة البيتزا اللي عملناها الحلقة اللي فاتت، وهنحتاج اوريجانو، ريحان، زيت زيتون، فلفل اسود. طيب اول حاجة نعملها ايه؟ هنجيب بقى البيتزا او العجينة بتاعت البيتزا نشتغلها. هنرش الدقيق ونبتدي نعمل البيتزا دايما عكس بعض لحد ما نفردها شوية. تمام كده. بعدين بنبتدي نحدد الأطراف زي ما قلنا، اهو بقلبها على الناحية التانية برضو. بالشكل ده. وبعدين بنثبت ايد واحدة ونحود بالتانية زي اتجاه عقارب الساعة. تمام. هنبتدي بقى ناخدها بين الايدين كده بين المعصم، على اساس انها تتمط مننا من غير ما تتقطع. ده اللي بيخلي عجينة البيتزا تبقى مرنة ويلف فيها الهواء. كل واحد صراحة في ايطاليا بيعملها بطريقة، في ناس بتشتغلها على الاصابع بالشكل ده وبيبقى عندهم يعني مرونة اكتر. انا بصراحة مش دي طريقتي قوي، ما عرفتش اتعلمها. وبعدين بنبتدي نرجع نشكل اهو. اهم حاجة بس نحدد الاطراف في الاخر. اهو. ناس كتير طلبت مننا العجينة دي، المهم فيها بس ان انتوا تساعدوا بشوية الدقيق الابيض دول على اساس ما تبقاش ناشفة قوي في الفرن. تمام. هنجيب دلوقتي الصلصة بتاعت البيتزا. قلنا دايما بيتزا متوسطة بتاخد تقريبا حوالي نص كوباية من صلصة البيتزا البيتي. اهو
احدد الاطراف عشان هم اللي هيمشوا او اللي هبقى عارفه بيهم انا بمشي ازاي بالصلصه. تمام، هجيب بقى معلقه هوزع الصلصه بالشكل ده. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن البيتزا ستون او الحجر بتاع البيتزا، بس قلنا لو مش متوفر نشتغل عادي جدا. عندي اوريجانو او زعتر، شوية فلفل اسود، تمام كده. هجيب دلوقتي الاجبان بتاعتي اقربها مني، طيب قلنا هنستخدم اربع اجبان اللي هم قريبين من كل الناس، يعني الموزاريلا اساسيه والشيدر اساسيه. طيب هناخد الجبنه البلو تشيز او الريكفور، هنوزعها كده. اهو، وقلنا الحشوات بتاعت البيتزا مش لازم البيتزا تبقى مليانة قوي، يعني شوية يعني كفاية. طيب انا هطلع فاصل وهرجع لكم بعد الفاصل، مش هعمل اي حاجة لحد ما نرجع بعد الفاصل. اشوفكم بعد الفاصل.